النبيد عندنا اكيد اول شيء الانتري ليفل يلي هو بيجي تحت اسم دومين دي تورال، لكن نفس اسم الشركه هو كمان اسم النبيد الكلاسيك اللي حنسميه جام كلاسيك يلي هو الانتري ليفل. في منه احمر ابيض روزي. برجع بكرر انه نحن معروفين حتى بالانتري ليفل تبعنا عندنا نبيد فيري كواليتيتيف، وهذا الشيء دائما شوي بالفلسفه الواين ميكينج تبعنا انه نجرب نعطي نبيد دائما طيب ودائما جوده كثير عاليه حتى بالانتري ليفل تبعنا، وهذا اللي عم خلينا ننجح ان كان بلبنان ان كان حتى برات لبنان. في وراي قنينه ضارب عيني عليها صراحه، سيراد ليبان، خبرنا عليها. منك مغلط خطار، لانه هيدي القنينه اتس فيري سبيشال واين. هيدي بتجي 100% سيرا، نوع عنب واحد يلي هو اسمه سيرا. سيرا هو نوع عنب موجود بكذا، اكيد اليوم موجود بكذا بلد بالعالم، بفرنسا وغير فرنسا وبامريكا واستراليا ساوث افريكا، بس سيرا بلبنان بالمديتيراني عاده بالاخص بلبنان تجي بعد سبيسيال اكثر، لانه هون بتستفيد من الشمس وكذلك من العلو، يعني الالتيتيود عم نحكي عن سهل بقى موجودين على فوق ال 1000 متر عن سطح البحر، هذا الشيء بخلي انها تكون الجريب السيرا وغيرها عم تعطي احسن نوعيه ممكن بالنسبه للنبيد. هذا النبيد معتق سنتين بالبارلز بالخشب، يعني خشب امريكاني، لانه الخشب كمان له كذا مصدر، بيناتهم مثلا في خشب امريكاني يلي بيعطي طعمه قويه للنبيد، طعمة خشب هيك اكيد بالفاينل تيست، وبخلي كمان النبيد يكون يلي نحن بنسميه فان دو غارد، يعني يصير هيدا النبيد في يتعتق وفي يعيش اكثر من 15-20 سنه بالقنينه، متى منحط بالقنينه حتى تقدر تذوقها بعد 15-20 سنه من ما الواحد يشتريها. والماركي؟ ماركي دي بي هي بتكون اذا بدك القنينه الثانيه، الوجه الثانيه تبع البريميوم واينز غير السيرا اللي شفناها هلا. هيدي منا بيور سيرا، انما بتجي مختلطه 50% سيرا 50% كابرني سوفينيون، كمان يعتبر فيري بريميوم واين، معتق بالخشب الفرنساوي. هونيك شفنا الخشب الامريكاني، هيدا الخشب الفرنساوي على سنه ونص. اميل، يعني عن جد دومين دي تورال شركه بينرفع الراس فيها، ديجا موجودين بكل دول العالم، يعني اللبناني المغترب وقت بده يشجع اللبناني صناعه لبنانيه 100% ما له غير يشتري دومين دي تورال او عرق بران لحتى يشم ريحه لبنان، يدوق ريحه لبنان. You have a new baby. So من بعد النبيت والعرق في بيبي جديد. ويسكي، خبرنا شوي. ويسكي اسمه جلان باي، يمكن هلا صار في كثير ناس سمعوا فيه. جلان باي هي مشروع مشترك بين الوكيل تبعنا ايتابليسمون انطوان مسعود وبين دومين دي تورال، خلقناها صرنا اكثر من سنه عم نشتغل على المشروع، وهلا نزل من كم شهر على السوق اللبناني وان شاء الله قريبا كمان على السوق العالمي تحت اسم جلان باي. هو اتس سكوتش ويسكي، يعني منه معمول 100% بلبنان، انما معمول ذا بيزك برودكت جاي من اسكتلندا، معمول باسكتلندا، مشان هيك فينا نحكي فينا نحط على الليبل اتس سكوتش ويسكي، ومنجيبه على لبنان نحن وي ريفاينت، يعني بنخلص هون الخلطه بلبنان بدومين دي تورال، بنرجع بعدين اكيد بنعبيه بالانانه وبنسوقه تحت اسم جلان باي يلي هو هيدي الماركه الجديده اللي طلعت لهيدا الويسكي. وكمان في انينه ثانيه رح نحكي عنها غير الويسكي هي الجين، لانه هيدا اتس ذا نيو بورن بيبي، عم نحكي عن كمان انينه، يعني هلا صار له كم يوم بالسوق، بس اليوم عم نصور هي صار كم يوم نازل على السوق. اسمها جين باي، هي اكيد اتس ذا جين باي دومين دي تورال. هلا صرنا عم نشوف اكثر واكثر الجين معمول بلبنان، لانه اول شيء عندنا التيروار يلي بيسمح ان نعمل جين طيب، ونحن اكيد زياده غير التيروار عندنا النولج والنو هاو تبع الكركه تبع الديستيشن، يعني من وراء عرق بران نحن صرنا برجع نحكي مثل ما حكينا بالاول، خماره صار لها فوق ال 100 سنه بتعمل اكيد بتخمر وكمان بتشتغل على الكركه، يعني نعمل ديستيشن، وهون الاكسبيرينس حطيناها بمجال هيدي القنينه حتى نخلق جين معمول من اكثر من 10 بوتانيكلز من لبنان، من كل التيروار بلبنان، اكيد في جونيبر، في كورياندر، القصص اللي شوي بنسمع عنها بهيدا البرودكت، بس كمان في قصص ثانيه يمكن ما كثير معروفه. الخلطه
الفاينل تيست طلعناها مش من زمان وهلا تسوقت القنينه تحت اسم جين باي. يعني عن جد اتس نيو بيبي، اتس نيو برودكت من رفع الراس فيه. ان شاء الله دائما، ان شاء الله دائما خطار. جريت. اميل يعطيكم الف عافيه. انا الله يقويكم. انا بشكرك اول شيء للزياره لانك ضويت على القنينه، ان كان النبيد يلي يمكن العالم كله بتعرفها، بس انما كمان قنينه ثانيه هلا جديده بعد مش كل العالم سامعه فيها، وعلى امل انه كمان دائما نقدر نصنع بلبنان احسن شيء للبنانيه ولكمان كل دول العالم، ضلنا دافعين راسنا ببلدنا وبكل برودكت بيطلع من ارضنا. بلدكم بظن بيرفع راسه فيكم. تسا لانه نحن ناقصنا هيك عالم يرفعوا لنا راسنا، لانه ما لنا غير بعضنا بلبنان. اكيد وي بليف ان لبنان، وبالرغم من كل شيء اكيد باقيين وعم نكبر استثماراتنا بلبنان وعم نصنع بلبنان، وما عندنا امل الا بلبنان. برافو، الله يقويكم. ثانك يو ايميل. ثانك يو.